لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفة. العصفورة تقول إن معظم قادة الإطار التنسيقي يعملون بجدية وبسرعة لتغيير قانون الانتخابات الحالي الذي سبق وأن عملوا على تغييره قبل الانتخابات، والفكرة الآن هي إرجاع قانون الانتخابات إلى نظام الدوائر المتعددة. السبب من هذا كله هو بروز شخصية تحظى بمقبولية ورضا شعبي، فبقاء القانون على ما هو عليه يعني اكتساح الانتخابات القادمة حسب وجهة نظر معظم قادة الإطار، وهذا ما لا ترتضيه قوى الإطار التنسيقي معظمها التي تعمل على تعديل قانون الانتخابات والرجوع إلى نظام الدوائر المتعددة. كل سياسي بالعراق من يصرح وبأي مناسبة يتحدث عن الاستقرار السياسي وأهمية ترسيخه وتعزيزه بالبيانات الرسمية، لقاءاتهم من يطلعون للخارج ويلتقون مسؤولين أجانب أو عرب، تمام، هم يأكدون ويشددون على ضرورة العمل على تجاوز الأخطاء السابقة والبدء بمرحلة استقرار جديدة وإلى آخره، تعفوها. وكل مرحلة جديدة نفس الأخطاء تعود، لا بل تزيد، والاستقرار السياسي يبقى مجرد كلام عابر يقولون لإسقاط الفرض، لكن بالواقع ماكو استقرار. الاستقرار السياسي يعني استقرار أمني اقتصادي ودولة قوية وسيادة كاملة وعلاقات خارجية محترمة وقانون يحترم عدالة نزاهة وعدالة ونزاهة وشعب مرتاح. أكثر من 20 سنة نلف وندور بنفس الحلقة وبنفس الطرح، هذا إلك وهذا إلي، وهاي الوزارة إلك وهذا المنصب إلي، وكأنه البلد ملك لفئة سياسية محددة ما تريد أن تغادر هذا المشهد حتى تستنزف البلد تماما. وقلنا يلا تمشي، صار توجه جديد وأكو ناس مستقلين دخلوا على خط السياسة ممكن يعدلون الميل على قولتهم، لكن سرعان ما شفنا هؤلاء التحقوا بنفس القافلة القديمة وظل كل شيء على حاله. حتى المستقلين من تروح تحاورهم هسه يقول لك يا أبا التركيبة هيج، بعد لسانكم هالطولة بالتشرين، سالكم هالطولة بتشرين، وين ما تشوفون مجموعة ما الشباب تركضون عليها وإحنا لازم نغير وكلا للمحاصصة ونريد استقرار ونريد كذا، طلع حكي كلاوات. الاستقرار السياسي اليوم صار مصطلح تجميلي مثل جاي يشوفوها عمليات التجميل، تمام، بس تطلع عليها الشمس يبرز الوجه، نفس الفلاتر مال سناب شات، شايفيها هاي تعدل الوجه تسوي حلو مرتب وكذا، وخر الفلتر راح تلقى العيوب كلها، كل واحد بوجهه الكبرى حباي، وتطلع الحقيقة المشوهة. لمن يتحدث بهاي اللغة، طبعا مو الكل اللي اليوم قصده، يعني هاي مشكلة يقول لك إذا تعمم يعني معناتها الطبقة السياسية كلها، لا، كل مكان أكو فئة ما مقصوده بهذا الكلام وتعمل من أجل الصالح العام. وهذا بالمحصلة راح يخلينا نطرح تساؤل مهم، هل القوى السياسية اليوم جادة فعلا بالسير نحو الاستقرار السياسي وبناء دولة قوية، أم أن القوى السياسية تتخذ من الاستقرار السياسي وسيلة لغرض الوصول إلى السلطة ومن بعدها شيء يصير خلي يصير؟ هذا ما راح نطرحه اليوم بهذه الحلقه ونناقشه مع ضيوفي في هذه الحلقه، السيد عباس الموسوي مستشار رئيس ائتلاف دوله القانون، وكذلك السيد عصام حسين الباحث في الشان السياسي، والسيد وفاء عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي كردستاني من اربيل. بدياك سيد عباس، شلونك؟ حياك الله. ايش فيها العصفوره؟ شنو نقول معظم قاده الاطار؟
يبدون غير انتخابات. عصفورتك بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك وللأخ العزيز وإلى الضيف الآخر والجمهور الكريم. حياك. عصفورتك تسمع وتحلل على ذوقها. زين. الجزء من المعلومة صحيح. اللي هو إنه الكل يعمل على طرح قانون انتخابات جديد. الكل. الأغلب. ما أريد أقول. هذا شيء طبيعي. يعني جزء من دراسة الاستقرار السياسي بالساحة. هذا جزء أو هم أساسي لقيادة الإطار. مشاركة أغلب القوى السياسية في الانتخابات القادمة أو التهيئة الأمور للقوى السياسية للمشاركة. يعني قانون الانتخابات الدوائر كان قانون قد يكون شبه إجماع عليه أو جزء فقط بعض الكتل السياسية. الآن لو طرح هذا القانون وأعاد جزء من التيار الصدري هو كان مشارك في هذه في تلك الانتخابات والمستقلين مشاركين في تلك الانتخابات والكتل السياسية الحالية ستشارك في الانتخابات. سنحث المواطن على المشاركة ونسحب ذرائع عدم المشاركة. الموضوع ليس استهداف لشخص معين أو وزير معين وإنما آليات جديدة من أجل الحث على المشاركة. بس هذا لعب أستاذ عباس. ليش؟ والله لعب. أنا قبل في أغلب دول العالم. لا بال 2021 لما انتخبنا وفق الدوائر المتعددة. كلها صاحت أنه هذا سبب التزوير وهذا مبطل استحقاقات الصحيحية واستحقاق المكون الأكبر راح وضاع. وبالنتيجة شنو؟ سوينا انتخابات وفق قانون جديد سانت ليغو وراح نرجع على الدوائر المتعددة. اي بالنتيجة شنو الغرض؟ بالنتيجة احنا بلد ديمقراطي جديد. ديمقراطية بالعراق عمرها 20 سنة. فمن الطبيعي أن تختار الديمقراطية اللي تناسب شعبك ومزاج شعبك وتركيبة شعبك العشائرية والدينية والشبابية وكل هذه الأمور. مو عيب. العيب علينا إذا تمسكنا بشيء معين ونعتبره مقدس ما نغيره. لا. إحنا نقول نريد مشاركة الشباب، نريد مشاركة أغلب الناس العازفين على الانتخابات، نريدهم يشاركون. لذلك الفكرة في طرح قانون الانتخابات الجديد ووضع ضوابط جديدة للحث على المشاركة أغلب القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي. ومن الطبيعي أيضا أنه تروح الكتل السياسية باتجاه انه يقول لك اذا شافت الموت ترضى بالسخونه. يابا احنا هسه هذا الرجال السوداني جاي يشتغل وراح يكتسح الاصوات 50 يجيبها مثل الورد. لا ليش السوداني؟ السوداني هم اذا دخل بالانتخابات يدخل حاله حال المرشحين الاخرين وهو عنده شعبيه ويحصل على الاصوات. اي يعني ما راح ياكل. ايش راح ياكل؟ راح ياكل اول والتالي راح ياكل من جرف الاطار التنسيقي. صح لو غلط؟ لكن من جف السنة نفس الشيء. لا هو جون جاي أقول لك. فبالنتيجة أنا لما أقول السوداني يجي مفردا يحصل له 50 وراح يصير زعيم سياسي. لو عندنا قاعدة جماهيرية ثابتة مال التيار الصدري خلي على مود نرجع الدوائر المتعددة والتيار يشاركون وخلي السوداني يحصل على كم مقعد ما يحصل له 50. أنت بداية موضوعك وحديثك عن الاستقرار السياسي. أي. الاستقرار السياسي الآن الحمد لله أكو استقرار سياسي ولكن أكو كلام بعدم مشاركة جزء كبير من المجتمع العراقي في الانتخابات. صحيح لو لا يعني نغشم روحنا. أكو عدد كبير ما مشاركين بالانتخابات. أكو تيار إلى حجمه وإلى وجوده التيار الصدري معتكف عن العمل السياسي. فهذه كلها عوامل من أجل حث الناس. يا أخي عندنا طبقة من الشباب رهيبة وكبيرة وخطرة جدا في عزوفها من عدم المشاركة. وإن كان هذا الكلام بقانون بالانتخابات المحلية ما كان الوضع مستقر يا أخي. شلون ما مستقر؟ شلون مستقر؟ لا لا الانتخابات المحلية اجت وين اجينا؟ اجينا بعد ازمات تشرين ومظاهرات وحكومه الكاظمي وتبعاتها والحكومات القبلها. اكثر حكومه الان حصلت على توافق وهدوء سياسي عام من خلال الإطار ومن خلال إدارة الدولة وحكومة السيد السوداني سارت في هذا الموضوع.
الاستعجال في ذلك الوقت. المهم ردنا الأمور تمشي والعملية السياسية تمشي ومجالس المحافظات تعود إلى دورها وعملها، لأن في تلك الفترة المحافظين اشتغلوا براحتهم. هذه الخطوة الآن يعني أنا أتصور من المهم أن نبارك هكذا خطوات. يعني اللي تريد تقوله أنه تغيير قانون الانتخابات والعودة لنظام الدوائر المتعددة لا يستهدف السوداني؟ لا لا، بالأخو السوداني هو الرجل إذا عنده شعبية كما يقولون. أنا مو أنكرها، لا لا مو أنكرها، لا خلينا أعيد الكلمة، الرجل عنده شعبية. لا مو أنا أريد أفند فكرة أنه الرجل المستهدف في هذا المشروع. اللي عنده شعبية ابقى بأي قانون من القوانين يحصل، التيار الصدري عنده جمهوره صحيح او لا، وباي قانون، يقدر، قانون يقدر يحصل. السوداني نفس الشيء، من 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 هو حامل الرايه، حامل رايه تغيير قانون الانتخابات والعوده للدوائر المتعدده؟ هو فعلا لم يطرح داخل الاطار بشكل رسمي، وانما اغلب القيادات سمعنا من عندهم التهيئه للانتخابات. ايش قد القيادات؟ 90% من قاده الاطار؟ ما اريد ادخل بالاسماء، واحد ما مو الاسماء، غالبيه 90، الغالبيه المؤثره في الاطار تعمل على وضع قانون جديد. 75 90، يعني ست شيل الارقام. البورصه اسماء ما اريد، خليها 75. 75 زين، يعني ناجح وحصل له يعني اداره واقتصاد مو. استاذ عصام، جاء واقع عيدة للزلمة دق انتقادات، وهاي الحكومة كذا، وهاي الحكومة اش منصات تيار صدر، وجاء يحكي كناشطين جماعة الإطار نفسهم اللي جابوا السودان دي يروحون باتجاه انه تعديل قانون الانتخابات حتى ما يحظى بالأصوات كلها. هذا ما يخليكم انتم تستشعرون، يقول لك يابا احنا رايحين باتجاه خطأ، تعال خلينا نصحح فكرتنا، خلينا نغير رأينا تجاه الرجل. اولا ارحب بك وبضيفك الكريم ومتابعيك. حقيقة هي تجارب، يعني احنا نتكلم على إدارة الإطار، نتكلم عن تجارب. مجرد مثلا لزمة مزاد العنصر سوق موازي تلقائيا، روح مثلا إلى مشاريع السيد السوداني، يعني أرقام فلكية تخرج إلى الأحزاب، إلى المسؤولين عن هذه المشاريع. هل من المفترض ان تحجز الى موازنه الدوله؟ شنو ارقام ارقام الكوميشنات؟ طبعا كل حزب لديه شركته الخاصه، يعني لو تروح مثلا الى الشركات العراقيه راح تشوف انه هناك ربما شبه مستحيل ان يحصلون عمل داخل مؤسسات الدوله، حتى لو كان العمل 30-40 ألف دولار 50 ألف دولار، لا تستطيع هذه الشركات التي ليس لديها دعم حزبي ان تدخل. يعني قبل يومين مثلا نقرا انه اكو وزير خلال تعاقدات خلال سنه 200 مليون دولار، يعني رقم وزير حالي، يعني كردي، وزير كردي حالي، حالي ايه، يعني من خلال ست اشهر 200 مليون دولار، يعني سنه واربع اشهر 200 مليون دولار. بريد انه احنا من نجي نحاسب مثلا ونقول انه تعال مشاريعك تكلفتها وضعها، نقدر انه نقول انه هذا المشروع يستاهل 10 مليار او يستاهل 20 مليار مثلا. دائما انا اصر عليها 9 مليار اللي هي كوميشن راحت المنو مثلا، اللي تم التبليغ عنها والقي القبض عليها الساعه 6 بالليل بالمنطقه الخضراء، وبعدين طلعت ما اعرف شنو، وتم التغطيه وطلعت النزاهه البرلمانيه تتكلم عن فتح يعني تحقيق بهذا الموضوع، وطلع حيدر حنون اذا شمر عن ساعده وقال ان شاء الله نكشف الموضوع خلال يومين او ثلاثه، وبالاخير الموضوع انتهى. لذلك يعني توافق من هذا الكلام اللي جاي تقوله مثلا وزير حالي عنده من الكوميشنات 200 مليون دولار؟ يعني اذا ما ياخذون كوميشنات خلال ست شهور 200 مليون دولار ترى رقم، شنو رقم؟ لا اصلا الرقم تافه بمذكراتهم هذا الرقم. لا بربك، شنو 200 مليون دولار؟ هم ينظرون للمليار تافه سخيف يعني بالنهايه. حقيقه هاي ينظروا لي شنو مبلغ مليار؟ لا مو فلان اخذ عنده عمل حاليا سنويا يستفيد 2 مليار او 3 مليار، فلازم يصعد بالمستوى اللي صعد له مستوى اخر بحسب قربه مثلا مكتب رئيس الوزراء. يجوز بسبب التضخم اللي صاير واللحم 25، يعني هاي نتيجه طبيعيه يزيد الكوميشن. شوف عزيزي، لا صدق والله الكوميشن له علاقه باللحم؟ هو طبعا
طبعا العلاقه لا علاقه بمكتبك، الى علاقه بسعر الارض، الى علاقه بالعقار، الى علاقه بايجار المحل، الى كل شيء له علاقه بالكوميشن. بالنهايه انت اذا تحصر هذه الكوميشنات مثلا تحصرها وتروح تنطيها الطيف سامي، تقولها يا بانه هاي موازنه الدوله ايش قد راح يكون نسبه العجز مثلا، مشاريع مثلا سيد السودان ايش قد راح يطرحها، من يجيك مثلا كل حزب عنده ارباحه سنويه 2 مليار و3 مليار، الموازنه الاستثماريه هي 36 تريليون. زين هذه السنه النفط مالتك ايش قد؟ 135، النفقات 155، يعني عندك 20 تريليون عجز بالنفقات التشغيليه. الاستثماريه واقفه لحد الان. واقفه بالضبط. لا ماكو استثماريه. ماكو. استثماريه عدا من المطبخ. نمشي على امن غذائي صح؟ امن غذائي. عندك مثلا التصنيفات، التصنيف الائتماني للعراق ضعيف جدا. يعني انه العراق غير قادر مثلا اذا يذهب الى الاستدانه غير قادر على ايفاء الديون. هذا ما يعني انه انتم توقفوا له سكينات خاصه. لا مو سكينات، ماكو سكينات خاصه، توقف له سكينات خاصه توقف له بالشارع. احنا بس كلمه ما عندنا زين. بس كلمه، الكلمه تاثر يعني؟ شلون ما تاثر؟ يعني ما جاي يطلع، يعني ما جاي يطلع شارع السيد مختدى الصدر مثلا هسه. المشكله انه هو التيار قاعد يحتدون عليه هم، يعني ذاك يوم ايسر مثلا قضيه ايسر. زين. احتداء صارخ يعني التيار مو يمك اساسا. والتيار يعني اكو كلمات نطلق كلمات تكتبنا تغريده 4 اسطر، شنو المشكله يعني؟ زين انت بالنسبه لك، بالنسبه لك شوف هسه اكو حمق اعلامي عندهم انه حاليا مثلا اعتقال ياسر. اعتقال ياسر هذا حمق، ليش حمق؟ بالنهايه هسه اني عندي، اني عصام حسين معارض، يعني قضيت عمري معارض لهم الصراحه يعني. اجي اكتب، اجي اريد اكتب تغريده بحق السودان شفت انه اثار قضيه حقيقيه. ما اقدر اكتب. ليش؟ طبال يقولون عليه، ولا حتى لو انا ما ماخذ ولا فلس. زين. يقولون عليه طبال، اذا ملاحقه المدونين بهذه الصوره ووصول اخبار للمواطن العراقي انه مكتب السوداني او ربيع نادر او اي وصول، انا ما متاكد يعني حتى لا يسوون عليه دوله ما شاء الله، انه بعيدا عن الدعوات هسه كل ما يذكر كل شخص يذكر اسمه هذا البرنامج فهو حق. اي نعم. لا انا اقول الراي العام اللي موجود، الراي العام اللي موجود انه هذا المدون او هذا المحلل اخذ اموال. زين هذا حتى الانسان اللي عنده وجهه نظر يريد يقدمها باتجاه حكومه السودان راح يبطل يوقف يقول لك يا باني ما بس بالنتيجه انا معطيك استقرار. اسمح لي، الاستقرار السياسي يعني انا الاستقرار السياسي صح قوى الاطار. شنو الاستقرار السياسي؟ غاضبه من الاداء يقول لك هذا راح يكتسح. شنو الاستقرار السياسي؟ السودان راح ياكل من جرفنا دائما. انا اعرفه. لا لا يقول لك السودان راح ياكل من جرفنا ان 183 مقعد شيعي يا عزيزي ياخذ له 50 شنو اخليه ياخذ 50 مستحيل يا عزيزي يا عزيزي هذه كلها تكهنات ان السودان ياخذ 50 و40 هو الاستقرار السياسي شنو؟ أن تقبل بنتائج الانتخابات ومخرجات النتائج وما تستخدم العنف. زين. هاي بالنهاية هو هذا الاستقرار السياسي. قبلوا بنتائج الانتخابات؟ لا ما قبلوا نتائج الانتخابات عشان ما يقبلون وما راح يقبلون بنتائج 2025 إذا دخل التيار، إذا حصلوا مقاعد متدنية. زين. مشكلتهم هذا، المشكلة أنه شوف هذا الاستقرار السياسي مثلا إذا أستاذ عصام إذا صارت انتخابات بحكومة الإطار وبمفوضية الإطار أي. ها ويسرقون يدعون يسرقون يستاهلون اي والله يعني صدق المفوضيه جايبها الاطار حكومه الاطار وقانون هم جاي ياخذ 80 مقعد يا عزيزي يا عزيزي انت بالنسبه لك نفس المفوضيه اللي ادارت انتخابات المحليه نفس اللي ادارت انتخابات 2021 هناك مزوره هناك مزوره هنا مو مزوره بالنهايه الاستقرار السياسي ان تقبل ان تقبل بمخرجات نتائج الانتخابات مهما كانت النتائج بالنهايه من المفروض يعترض بكل تجارب العالم يعترض الفائز الاول تروح البنغلاديش صار شنو تقسيم تروح الباكستان صار تقسيم ما بين بنغلاديش وباكستان بس اسمح لي المفروض من يشيل السلاح لا المفروض من يشيل السلاح تيار صدر يشيل السلاح ليش يقول لك انا فزت الفائز الاول بالانتخابات انت ما مسموح لك اللي صار عكس انه بدل يهدد ويهدد التيار الصدري بالحرب الشيعيه هم الخاسرين ابو المقعدين ابو ثلاث مقاعد قاعد تلاحظ هذا الموضوع هددوا لا استاذ عباس هددوا بشكل واضح وجلي قالوا انه مضي التيار الصدري بالتحالف الثلاثي سيؤدي الى حرب شيعيه يعني ابو المقعدين وابو ثلاث مقاعد هو اللي ضرب هذا موضوع الاستقرار السياسي كل زين انا راح ارجع لكم على هذه النقطه لكن استاذ وفاء عنده مداخله يعني مداخله فقط بسبب ضيق الوقت عنده التزام استاذ وفاء ارحب بيك ليش لحد الان اغلب الاطراف السياسيه حبيبي. تبحث عن استثمار السلطه سياسيا وماليا بعد اي انتخابات بعد الانتخابات اللي صارت صار بها استثمار شكلت الحكومه على هذا الاساس ذهبنا باتجاه انه خلاص صار استقرار
لكن لما نرجع على الأصل نبحث بالتفاصيل راح نلقى الخلافات لا تزال موجودة، الخشية من القادم لا تزال موجودة، القوى السياسية. الآن الحديث عن تغيير قانون الانتخابات معناه شنو؟ عدم ثقة. يقول لك هذا الرجل مثلا سوداء راح يكتسح الانتخابات، راح يأكل من جرفنا. وياكم كحزب ديمقراطي هل لا تزال الثقة موجودة أم لا تزال الخلافات موجودة؟ إذن هل تعتقد مش بيه، هل تعتقد بأنه الاستقرار السياسي الذي نتحدث عنه هو استقرار حقيقي فعلي موجود على أرض الواقع أم لا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك، للضيوف الكرام، لجميع مشاهدي قناتكم العزيزة. طبعا احنا لما نتكلم عن الانتخابات وحتى عن المؤسسات الدولة وعن الدستور، هاي العملية الديمقراطية الجديدة اللي من 2005 احنا بدينا بها كمرحلة، يعني تحولنا، يعني صارت بها قفزة نوعية من الدكتاتورية رأسا إلى الديمقراطية. أكيد هذا التحويل يعني 100 إلى 100 ما راح يصير ناجح، وراح يصير بمطبات، وراح يصير بعراقيل، وأكيد الأحزاب الموجودة، الأحزاب السلطة وخاصة من جميع الأحزاب، إن كانت شيعية، إن كانت سنية، إن كانت كردية، دائما تحاول هو تقليل المشاركة الجماهير في الانتخابات. ولهذا يوجد الجمهور الرمادي اللي هو لا يشارك بالانتخابات وهم الأكثرية. لماذا؟ لأنه كل حزب لديه أتباع ولديه مؤيدين وحتى لديه قوات وحتى لديه فصائل، يعني ولهذا هم يعتمدون على أتباعهم. ولهذا لما تشوف المشاركة قليلة يعتمدون ويكون النجاح مهما كانت النسبة. ولهذا صار هناك، يعني مثلا أنا ما أعرف الأخ الضيف يتكلم على موضوع ما يدري، قال هناك وزير كردي عليه اختلاس 200 مليون دولار. أنا هيك فهمت، أنا استغربت من هذا التصريح. أتمنى يعني عندما نتكلم عن لا لا لا, لا أنا ما لا أنا قصدي أنا لما أتكلم عن شخصية لازم أجيب اسم ثلاثي حتى أكون مسؤول. بس أحب أوجه لك، ماكو بالعراق اسمه اختلاس، أكو عمل شرعي اللي يحصل داخل الحكومة من كومشنات ومن الاتيان بمستثمرين وشركات ياخذ من عنده، يعني طبيعيه الشغله مو اختلاس، يعني رجال من حقه. انا هذا قصدي. لا انا استغرب انا دائما ما احب الضبابيه. احنا كالحزب من حقه عندنا الطبيعه، احنا جايب شركه وتعبان عليها وداس عليها من مصر. هسه اذا انا دقيقه ثانيه اذا اجيب وزير دقيقه ثانيه اذا اجيب 300 مليون طبيعيه، يعني هو شغلهم هذا صحيح؟ لا طبيعي. لا قصدي أنا أجيب أسامي، من أطرح على اسم معين أجيب الأسامي. إنه خلنا نرجع على الانتخابات. هسه خلنا نرجع على السؤال الأخ الضيف، لأن أنا على هذا السؤال جد. خلنا نرجع على الانتخابات. أكيد الانتخابات ما دام هناك فقرة وهو مادة دستورية بأنه يكون ثلثي أعضاء البرلمان هم اللي يشكلون يحسمون منصب رئاسة الجمهورية، إذا هناك لا فرق بين الفائز والخاسر. وإحنا شفنا الفائزون من المكون الشيعي التيار الصدري، من المكون السني التقدم، ومن المكون الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني. الثلاثة الفائزون لم يستطيعوا تشكيل الحكومة. لماذا؟ لوجود الثلث المعطل الذي استطاع يعني بهذا الثلث المعطل أن يزيح الفائزون، وإجوا أنا ما أقول خاسرون، إجوا الإخوة وشكلوا الحكومة. وهذا الشيء اللي راح يأثر مرة أخرى على مشاركة التيار الصدري، وراح يكثر من كثرة الجمهور الرمادي في الانتخابات. وإحنا شفناها في حتى هذا لا يمنع وجود استقرار أستاذ وفاء، لما شكلوا لا يمنع وجود استقرار الآن، وإن نعم كان الخاسر قد غادر المشهد. صحيح الخاسر شنو؟ الفائز وين غادر المشهد؟ إيه؟ الفائز مو الخاسر، الفائز نعم غادر المشهد. لا تقول لي الخاسر، الله يخليك دير بالكم على هاي الكلمة. الفائز هو الذي غادر المشهد. لا فد لحظة، وصل الفائز إذا نمشي على الأرقام. لا غلطت يا أخوي، ما أدري إيش بي اليوم هذا. إي كمل. إي عافية. لا حبيبي 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 أنا هذا أنا جاي. أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني لديه نفس المشكلة بإقليم كردستان كما لديه التيار الصدري في المكون الشيعي. هو دائما يحصل على أكثر الأصوات، ومع ذلك الأحزاب الأخرى تتحد وتأخذ منه. يعني حتى قرار المحكمة الاتحادية الأخير وتأجيل الانتخابات ومحاولات إلغاء الكوتا، اللي مع الأسف الشديد احنا سمعنا إلغاء الكوتا، 11 مقعد من الكوتا انلغوا من المكون المسيحي والتركماني. هاي كلها معناته هناك جهات سياسية تحاول تضعيف بعض الجهات السياسية الأخرى،
وخاصة الحزب الديمقراطي مستهدف. من مستهدف؟ مستهدف من بعض الأحزاب الشيعية وحتى الكردية، مستهدف خاصة ونحن الآن لدينا انتخابات إقليم كردستان، أعتقد سيكون بالشهر السادس، لأن المفوضية العليا للانتخابات في بغداد هي اللي راح تشرف على انتخابات إقليم كردستان، وبانتظار قرار أو رئيس إقليم كردستان لإعطاء المدة الزمنية بالشهر السادس. أنت تعرفون المفوضية العليا عمر المفوضية راح ينتهي 7/7، ولهذا قبل هذا الشهر يجب أن يحدد رئيس الإقليم، لأن هناك محاولات أخرى بأن يبقى الإقليم بهذا الوضع كحكومة تصريف أعمال وأن لا يكون له برلمان، محاولات أيضا من جهات السياسية. ولكن أنا أعتقد رئيس الإقليم سوف يعطي المدة في الشهر السادس مع كل هذه المحاولات لتقليل نسبة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن أكو ملاحظة أخرى خلينا الأخوة لا ينسوها أستاذي، دائما لما تأتي القرارات المحكمة الاتحادية ضد أي شخصية أو ضد أي مكون سوف يكون له انعكاس إيجابي. مثلا احنا شفنا لما صارت إقالة السيد محمد حلبوسي، صارت قفزة جماهيرية وحصل على مقاعد كثيرة، وأيضا ما حصل مع نجم الجبوري في الموصل. إذا أنا أعتقد هذه القرارات المحكمة الاتحادية ستفيد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات القادمة في إقليم الكردستان. نعم، ما حضرتك تقول استقرار سياسي، استقرار سياسي موجود لحد الآن، استقرار سياسي موجود. لماذا موجود؟ لأنه احنا حاليا انتهينا من بعض الانتخابات المحافظات وأيضا برلمان العراق، ولهذا استقرار سياسي موجود في المكون الشيعي والسني. ولكن الآن في إقليم كردستان للتقرب من الانتخابات أعتقد أكون ضبابية في هذا الموضوع. خليني أجيك وعدة أستاذ وفاء، أستاذ وفاء، أستاذ وفاء، الحديث عن تغيير قانون الانتخابات لا يوحي عن وجود استقرار سياسي وثقة بين الشركاء. الحديث عن لحد هذه اللحظة رئيس برلمان ما منتخب يعني جاي يطيحها بأنه لحد الآن ماكو ثقة وماكو استقرار سياسي بالبيت السني. البيت الكردي، قضية كركوك وقضايا أخرى لا تعطي انطباع بأنه هناك موجود يعني استقرار سياسي وثقة بين الأطراف. فبالنتيجة الحديث عن البيوتات ثابتة ومستقرة إذا نجي الأصل ونجي للتفاصيل ما راح نلقاه موجود. يا أستاذي هذه المشاكل، يا أستاذي يا حبيبي، هذه المشاكل دائما تكون موجودة في جميع الدول. هذا مو معناته بأنه ماكو استقرار سياسي. نعم، لحد الآن أكو مشكلة عندنا بمجلس محافظة كركوك. لماذا لحد الآن لم تنتخب؟ لأنه لا يوجد ثقة بين المكونات السياسية، ولا يوجد في كركوك نفس هذا الاستقرار. ثقة شلون اكو استقرار بين المكونات؟ لحد الآن ماكو انتخابات. هي الثقة أساس الاستقرار لو لا؟ لا لا لا، أنا أقول هذا شيء طبيعي. لا لا، هذا أقول شيء طبيعي يصير هاي المشاكل، هذا أعتبره شيء طبيعي. احنا لنعود إلى الحالات الأسوأ، لنعود إلى الحالات الأسوأ دائما. بعدين مشاكل حكومة الإقليم، ما حكومة الاتحادية على النفط والغاز، على مسألة كركوك، على مسألة حملات التعريم، على المادة 140، هاي صار لها فترة زمنية أكثر من 15 سنة. ولحد وأنا أعتقد بهالفترة كان في بعض التقدم والتطور، يعني صار في بعض التقدم والتطور وحالات إيجابية، وخاصة بعد حل مشكلة المحكمة الاتحادية بصرف الأموال أو الرواتب وتوطين الرواتب مع إقليم كردستان، مع أننا نعتبرها هي تدخل على صلاحيات إقليم كردستان ونعتبرها كدستورية. ولكن أيضا مع ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني يضحي بأي شيء من أجل إرسال لقمة العيش للمواطن والموظف الكردي. إذا الاستقرار السياسي هو أني أقول يعني مو مضطرب إلى هذه الدرجة. نعم، الاستقرار السياسي موجود مع وجود بعض هذه المشاكل اللي أنا أعتبرها طبيعية جدا. يعني البعض يذهب باتجاه أن الاستقرار الموجود عندنا هو استقرار هش، وهذا الاستقرار إذا نقول استقرار هش يعني على الساعة ينهار، صح لو غلط؟ والله يا أستاذي دقيق، هسه ما دام أكو بنية تحتية وأكو إعمار والحمد لله أكو استقرار أمني، والحمد لله أكو مسائل السياح وهذا التطور الإيجابي، وأيضا عودة العراق إلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي، وستكون هناك زيارات الرئيس السوداني، هاي كلها علامات إيجابية يا أستاذي، علامات إيجابية. يعني نحن الآن أفضل من قبل عامين وأفضل من قبل 4 أعوام. إذا هذا التطور البطيء الإيجابي هذا جيد، أنا أعتقد هذا التطور إيجابي جيد، وماني ما أعتقد بأنه استقرار سياسي هش. أكو استقرار سياسي مع وجود مشاكل طبيعية جدا أن تكون هذه المشاكل. شباب راح الصوت يمكن. تمام أستاذ وفاء، إذا نعم. بالمحصلة أنا قبل خليت أسألك سؤال أخير قبل ما تغادرنا، يعني إحنا إذا أريد نتكلم عن وجود استقرار حبيبي. فالاستقرار موجود،
لكن تعال سولف للحزب الديمقراطي الكردستاني، هل هو مع تغيير قانون الانتخابات وارجاع الى الدوائر المتعدده ام لا؟ والله دائما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ البدايه من 1992 اول عمليه انتخابيه ديمقراطيه في العراق لما صار، كان الموضوع على دائره واحده. ودائما كان هو يشجع على دائره واحده، اي المواطن في البصره يستطيع ان يرشح للناخب اللي، وهذا ما صار ب 2005، هذا ما صار ب 2005. ولكن الان قرار المحكمه الاتحاديه لما قالت بان يكون اربع دوائر في اقليم كردستان، يعني كل محافظه دائره. ومع ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني ما عنده اي مشكله ان كانت دائره واحده او ان كانت دوائر متعدده، ولكن دائما كان يعول على ان تكون دائره واحده لكل اقليم كردستان او حتى لكل العراق. ولكن مع ذلك الحزب شارك بدائره واحده، شارك وبدوائر متعدده شارك، وكان هو الفائز الاول في اقليم كردستان. تمام، انا اشكرك، اشكر جزيل السيد وفاء. حال التيار الصدري بالضبط. تمام، انا اشكرك، اشكر جزيل السيد وفاء محمد. انا اشكركم يا ماني، اعتذر. الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا. اعتذر اني على المقاطعه. ولا يهمك، بالعكس اروح. شرفتنا. استاذ عباس، هسه عندنا حكومه خدمات قاعده تشتغل، هاي منتهي من عندها. بس نحتاج الى خطاب، نحتاج الى اداء سياسي يوازي هذا العمل على مود نقول اكو استقرار. لكن الحديث عن الاستمرار بموضوع انه خلق بعض المشاكل، خلق بعض والتفاصيل التي تربك المشهد، ممكن أن نذهب بالبلاد إلى عدم استقرار لا سامح الله. يعني القراءة بهدوء، الاستقرار السياسي هو موجود في الواقع العراقي. يعني دائما الحديث بالعملية السياسية حتى لو لم يكن هنالك استقرار سياسي، ما بعده شنو؟ يعني احنا لحد الآن ولله الحمد ما عندنا طرف قاعد يهدد العملية السياسية بالسلاح. أما تعطوني هاي أو أنا أنزل بسلاحي، أما تعطوني هاي أو أنا أعلن انفصال. كل الحديث اللي قاعد يدور الآن هو ضمن الحراك السياسي الطبيعي، وهذا طبيعي بالعمل السياسي. وإذا السلاح مشترك إيه؟ لا، السلاح هاي مسؤولية الدولة، يجب أن يكون فقط سلاح الدولة وعدم تعرض المدنيين. هذا خطابنا اللي ما نتنازل عنه، أنه عدم استخدام السلاح، لا سلاح عشائري ولا سلاح حزبي ولا سلاح أي نوع من الأسلحة لتهديد المواطنين. إحنا نقول الآن الاستقرار السياسي نوعا ما موجود، ويجب أن نعززه بالخدمات نوعا ما. شيء طبيعي، ماكو، إحنا مو يا أخي، إحنا مو سويسرا. زين، احنا طالعين من يا هشام يا عزيزي، احنا من نقرا الواقع الاقليمي الان والصراع الدولي وغزه واوكرانيا والصين وامريكا وايران وامريكا. اكثر بلد مستقر الان العراق. الان هاي دول جوار العراق كلها تحلم ان تاتي للعراق وتستثمر في العراق. تاتي وتعمل في العراق. هذا الاستقرار، استقرار اقتصادي، استقرار سياسي. العالم مربك، العالم الآن وين اكو استقرار؟ يعني هاي دول الخليج مأمنة، هاي الكويت اللي بيها ديمقراطية عمرها 50 سنة، ها يوميا مجلس النواب، الوزارة ساقطة وانتخابات جديدة. احنا لحد الآن ماكو حديث عن، يعني حتى التغيير الوزاري اللي تحدث به رئيس الوزراء اختفى وما حد يتكلم عنه. ليش؟ هسه هذا موضوع اخر، بس هو يجب موضوع اخر. فليش السؤال؟ جزء من التوافق سياسي، جزء من عنده السيد السوداني يشعر انه اي استجواب لوزراءه حتى لو كان فاشل استهداف له، بالرغم انه طبعا هذا شو صحيح انه صار؟ لا لا، ان كان انزعاج من السيد السوداني باستجواب نبيل جاسم. انزعاج، انزعاج، لان يعتبر انه هذا جزء من العرقله لحكومته، وهو بالواقع ليس هذا، هو تسديد لحكومته. يعني الان البرلمان، يعني انتم متهمين كدوله قانون اليوم. مو احنا استجوبنا. اي لا، بس هو كل باصابعنا المشكله ما ترى. اي مو احنا استجوبنا نبيل جاسم. اي ادري، انتم نائب مستقل رائد المالكي. اي اي، كل مالكي هو دوله قانون. ما يلا كل شيء هسه. بعض الوزراء، بعض النواب في البرلمان، خلي اشوف من راح يجي للشبكه، وعلى هذا الاساس اقول التلفزيون. بالضبط بالضبط. فالاستجواب بعض الرسائل او الاسئله البرلمانيه اللي يوجهها البرلمانيين للوزراء هي عمليه صحيحه، ما تستهدف حكومه السيد السوداني. عمليه تصحيح، هاي عمليه تصحيح، هذا الواقع، عمليه تقويم الاداء. الان دور البرلمان، ونصر على البرلمان، يجب ان ياخذ دوره.
والحكومة تأخذ دورها ومجلس القضاء يأخذ دوره. إحنا نقول إحنا قاعد نبني عملية سياسية معتمدة على ثلاث أركان: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضاء. أي سلطة تتمدد على الأخرى تدعني أنه إحنا دخلنا بأزمة من الأزمات. إذا القضاء بلش يسيطر معناته أنه أكو ضعف بالسلطة التنفيذية، وهاي شفناها في مراحل متعددة الماضية. ضعف البرلمان جعل الحكومة تتمادى، ضعف الحكومة جعل البرلمان يتمدد. إحنا نقول نحن بحاجة، والاستقرار السياسي الحقيقي يكون من خلال كل سلطة من السلطات تعمل على أن تمارس دورها. البرلمان على استجواب الوزراء واستماع إلى الوزراء، لأن تسديد سيد رئيس الوزراء مو دائما قادر على متابعة كل الوزراء، يتابع الوزراء ويتابع وزاراتهم والعملاء والأعمال والخدمات. أنا أتصور الدورة القادم للبرلمان، وعندي معلومات بعض الوزراء بدأوا بإرسال الأسئلة للوزارات من أجل تقويم عمل الوزارة. قصدك بعض النواب؟ بعض النواب إلى الوزراء من أجل تقويم عملهم. والمرحلة الأولى ليست استجواب، وإنما المرحلة يعني هذا البرلمان مالتنا اللي يقولون عليه يوصفوه بالبرلمان المعطل، هو معطل بفعل القوى السياسية التي لا ترغب لا باستضافة ولا باستجواب ولا أداء برلماني يتناسب مع وضعه. أنا أتصور البرلمان يعني بعد أزمة السيد الحلبوسي بدأ يتعافى نوعا ما، وبدأ النواب بممارسة دورهم الحقيقي. وقد نرى في الأيام، مو الأيام القريبة القادمة، ولكن في المرحلة القادمة استجواب لبعض الوزراء. قد نرى. ومن باب أن تقول السيد السوداني يرى بأن الاستجواب يعني لا يعني حكومة. احنا نثبت نقطة أساسية، الاستجواب لا يعني استهداف حكومة السيد السوداني. حكومة السيد السوداني هي حكومة الإطار وائتلاف الدولة، ولا أحد يريد إسقاط أو إضعاف هذه الحكومة، وإنما تقويم. يعني الآن نفترض يعني اللسان حال الكتل، أنا ما أتكلم الآن عن دولة القانون. الكتل يقول لك أنا جبت وزير مثلا، وهذا الوزير ما راح يطلعني قدام جمهوري بنجاحات، هو من حقي أسأله. أستاذ عصام، من يعني متريد تحسن الظن بالمقابل، نشوف الميزات. يعني أنا لما أروح باتجاه أنه تعديل قانون الانتخابات والرجوع للدوائر المتعددة، لأن هو نفس القانون اللي شارك به تيار الصدر وحصل على 73 مقعد، فمعناتها أنه أنت غير قانون الانتخابات حتى حافظ على الاستقرار السياسي وخلي التيار يشترك، تمام؟ وبلا هاي المعضلة عازل روح التيار وما يريد يشترك بالانتخابات. فمن محاسن الظن ولازم نحسن الظن بهذا الموضوع للحفاظ على الاستقرار السياسي، ليش يتم قراءته بهذا الشكل؟ شوف عزيزي، سابقا كانت عندي هواية أجيب مجلات كل العربي لا تذكر والرياضي، كانت أكو فقرة بالأخير أحب أتابعها، أنه الاسم فلان، الوظيفة فلان، شنو هوايتك؟ مثلا مراسلة، مطالعة، جمع الطوابع. هل موجود هذا البرنامج هسه مثلا يكتب فلان ابن فلان وظيفتك نائب سياسي إطاري، شنو هوايتك؟ يقول له جمع الكراسي. بالنهاية يعني هاي هوايتهم، شقد يجمعون كراسي يعني يقعدون بالليل ويقول شقد عندنا وزارة الفلانية، شقد زناد بالوزارة الفلانية، شقد جاب دخل اليوم تالي الليل يعني. اسمح لي بس اسمح لي. لا بتحكي لك، بس خلي احكي لك، قضيه الاخ، قضيه الوزارات الخدمات اللي جاي تقدم يا عزيزي، والاعمار اللي يعني اقول لك يعني من هو الجسر اللي جاي تبلط، اقول لك السفيها بهذا الشكل، اقول لك هسه انا يعني هسه اجيب لك شركه واسوي لك جسر بالقنبوره، يعني بحيث من تصعد ما تشوف السياره اللي ورا، يعني العاطل ممكن تلبس به، اكو جسور هيك والله. فاني مالي شغله، شوف انا هسه عصام حسين اقعد يعني اوجه نداء للسوداني، خلنا ندير الاعمار مالتك انا، وادخل بمدرعتي هذه واخرج واشوفك شنو الاعمار شو يصير. يا عزيزي شنو ضمان تطلع من ضمان ضمان هاي المدرعه تطلب هاي البدله وتطلع بنفسك؟ هو هذا، ها هو هذا الضمان. شنو ضمان؟ انه السلطه مغرية يا عزيزي. سبع عصام، لا انا مو جاي لما نحكي على السلطه، انا وين جاي احكي؟ نحكي على جا شوف يعني وين كان مزيف بعض الوجهات اللي جاسر اليوم شنو البرلمان شنو صدر قرار؟ يعني المفروض انه يكفي يعني انه يدافع عن الحريات، شنو اليوم محسن شو يقول يحكي على البرلمان؟ لا اليوم صدر قال انه وجهنا الدائره القانونيه تقيم دعوه قيام الدعوه على كل مؤسسه هو نبي او صحفي
لا هو نبي لا لا هو نبي مقدس لا انتقدها عادي بس هسه انا وما سب المؤسسه يا عزيزي يا عزيزي السب والشتم سب اسمح لي السب والشتم موجود موجود قانونا يعني هسه مو معقول انه اطلع عني وجه الدائره القانونيه انه الاتهام هو اكيد شنو الاتهام يعرف ما يتحمل اتهامات شنو يا عزيزي عندنا يعني يطلع واحد ويتهم انا جاي اتهمك تقول شنو المشكله باتهامات هسه انا لا دافع عنهم ولا استاذ عباس بس انا اقول علينا ان نحترم المؤسسات يا عزيزي خليهم يحترموا المؤسسات ما احنا نحترم المؤسسات ليش محترمين هاي طبعا شلون ما محترمين شنو مجلس النواب شنو مجلس النواب مجلس النواب انت يا عزيزي ما له وجود محكمه هاي نهته ليش ما النظام الداخلي يفرض وجود الرئيس محكمه الاتحاد قالت لك ما مفروض يلا كان عطل مؤسسه بس اسمح لي بس اسمح لي ما له علاقه عندي دستور انا شنو عطل عندي نظام داخلي شنو عطل باكر عقبه هم يصير عندهم مشكله يراسل الوزراء يقول لك والله رئيس الوزراء لا يلا جيبوا النائب خليه يحكم مشكلة يتلعبون بكل شيء جماعة يعني ما عندهم ما عندهم خطوات حقيقية لتطبيق الدستور حتى قضية الاستجواب كل الوزير شو دي تعال خذ لك عقد وروح ستتركض وراي على استجواب شو تريد تستفاد هي هاي القصة صفقات هي هاي القصة لكل مقاولين أنا أسمي العراق حاليا مكتب مقاولات كبير والعباس أبو فاضل مكتب مقاولات كبير واذا اذا قال اخي مو عيب انا ايش قايل حرامي؟ لا انا ما اتهمت مقاول يعني انا هسه اريد ادخل بمقاوله اخذ من عندكم دوله القانون مثلا فد مليون دولار من زاد العمله حرامي يعني مثلا شلون تاخذ؟ شلون يعني يعطوني شلون يعطوني؟ ما عندي يعني يعطوني يقول لي انت حصتك مليون دولار والله انا حرامي مليون دينار ما نعطيك انا شنو قصدي؟ قصدي انه شنو المشكله دوله القانون اشتغلت اقتصاد وما عندي مشكله بس هي بالنهايه بالنهايه عزيزي انه هاي الدوله هكذا تساق اي بس انا ايش بقول بهذه الصوره العصام انت من استقرار سياسي انا مقابل هذا ما مطيق خلافات صراعات بالشارع ما موجوده خدمات جاي تقدم انت ايش تريد بعد غير تريد استقرار سياسي هم من اللي كان يضرب هذا الاستقرار سابقا منو الصواريخ مال الاربعين من اللي ضربها مثلا ما ادري الصاروخ اللي نزل على الكاظمي من ضربه الهوسات اللي تحدث والفواتح والمجالس العزاء اللي تنصب على بس واحد ينجرح نصبوا له مجلس عزاء على بس هذا يحسب هذا يحسب يا عزيزي هذا اليوم سلاح منفلت ما عنده يا عزيزي يا سلاح منفلت يا سلاح منفلت عمي الله وكيلك اللي يجي يحكي حكايه ذاك اليوم ولد جيراننا صارت مشكله انا وياه نقلت الزميج بس اتشفى شره طلع سلاح عليه ويد عليه بالسلاح تشتحش الموضوع وما به انه العراق حاليا كل العراقيين انا من اشيل سلاح واطلع عندي دولة أخاف لكن أشيل السلاح وأطلع وأضرب ما أحترف بالدولة نتيجة الخطاب الإطاري للناس عن طريق الدماء والانتقام يعني وأنه تأخذ حقيقة هاي حقيقة ناس بدأت تتعلم بدأت تتعلم تضرب الدولة تعتمد على الميليشيا وتعتمد على السلاح هاي نقطة مهمة شنو بس قبل الإطار كان ماكو سلاح وماكو فوضى وماكو وانتم شو وقت عفوا السلطه؟ تيار الصدر الموجودين هم شو وقت عفوا السلطه؟ من 2003 ذبحونا ذبح من رامسفيلد اليوم جروها على بريمار رامسفيلد غوندليزا رايس هسه بربارا ليف يعني هم ناس هم يعني هم زئبق هي يعني ما تحس الا عندهم علاقات في امريكا ورا اسبوع ما عندهم علاقات مشكله مشكله انت ما تقدر تتعامل السياسي الفاهم السياسي الفاهم الوضع السياسي العراقي يقول لك انا ترى انا اللي جابتني مو انت خوانت ناس سابقا اللي غيرت النظام الامريكي واللي جابتني امريكا واللازم انا مجبور انه اتعامل مع امريكا وامريكا دوله عظمى انا شلون اجي عشان نتكلم شوف شوف بس لحظه نتكلم اكو فرق بين فهم الناس اكو واحد يفهم العلاقه الدبلوماسيه ها هاي علاقه دول وما يتهم الآخرين بعمالة أو علاقات غير طبيعية وأكو واحد يتصور العلاقة الدبلوماسية هي عمالة يا عزيزي يا عزيزي لحظة بس الله يخليك لا 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 ماكو مغالطة لا لا ماكو مغالطة شوف راح نعطيك مثال أكو كانت بزمن عادل عبد المهدي أنا ما أدري اسمح أسأل عصام أنا اللي سمعته أنه تحسب للمالكي أنه الجلسة اللي صارت مع إخراج القوات الأمريكية وكذا وهاي اللي صار مفروض القرار يصير مجلس النواب كان فضل المالكي بانه يا ترى الموضوع مو هيك لا تروحون باتجاه الامريكي هو ماخذ باتجاه بس اسمح لي بس اكمل السؤال لا 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 بس اسمح لي خلي اكمل بالنسبه له بذاك الوقت انه اعتبروا هذا المشروع مشروع الابتعاثات الى امريكا او موضوع المعايشه اللي انتجت زي ما يخلي الزاده سابقا زين
اللي راح من افغانستان ومعايشه في احد الدور الامريكيه وصار زي ما يخلي زاده من ابرز الوجوه الدبلوماسيه الامريكيه. اعتبروا هم نفسهم اللي موجودين حاليا بالسلطه واللي صفقوا قبل ثلاثة ايام على الابتعاثات اللي مرسله لامريكا باشراف السفاره الامريكيه. انا اتكلم عن هذا التناقض انه انت سابقا تحرم على العراقيين وتتهم بالخيانه وحتى راحوا ضحايا حسين ريهام غيرهم راحوا ضحايا. عزيزي تسمح لنا هسه الابتعاثات تروح احتفاليه اسمح لي احتفاليه وتعتبر انجاز ما يصير. خلي جاوبنا سعد عباس موضوع البعثات هذا ضمن البرامج اللي وضعت في حكومه السيد المالكي المبادره التعليميه وارسلنا طلاب في ذلك الوقت الى امريكا والى بريطانيا والى استراليا والى كندا واعتراض على الازدواجيه. احنا بالنسبه لنا ما عندنا ازدواجيه بهذا الموضوع. لا دوله القانون ما عندها. لا دوله القانون صح صراحه ما عندها. واضحين بهذا الموضوع. لا ما عندكم. احنا عندنا اتفاقية الإطار اللي هي بيها تعاون علمي وتعاون عسكري وتعاون أمني. هذا التعاون النقطة حتى اللي الجدل اللي صار بالمرحلة الماضية حول الوجود الموجود كان رأي ائتلاف دولة القانون من يحل هذا الموضوع هي الحكومة العراقية. القوات التحالف اجت للعراق بطلب من الحكومه العراقيه في زمن السيد العبادي. ازيدك انه شعر بيت اللي وصلنا حسب مسموعاتنا بانه السيد المالكي كان له موقف بما يخص تداعيات الجلسه البرلمانيه اللي مفترض ان تقام وتقرر اخراج القوات الامريكيه وكان له دور بيابه ترى رايحين باتجاه مختلف. لا يعني هو شنو باتجاهات يعني ممكن تزعج الولايات المتحده الامريكيه عندها شراكات وياه. لا السيد المالكي فتره 8 سنوات هو رئيس وزراء ودوره في الحياه السياسيه يعني فهم القانون وفهم البرلمان يعني اوصى انه هذا الموضوع الدور مو دوركم هذا مو دور البرلمان حتى قبل ب 2000 بحكومه السيد عادل. بس هو يتبع وصيته بدليل هي بدليل لأن حتى نصاب لا حتى نصاب ما صار حتى لا يكون هروب من الموضوع. المهم في هذا الموضوع ومن يتخذ القرار في هذا الموضوع هي الحكومة وليس البرلمان. البرلمان يتخذ بس قرار بس كلامه وصيته كان هدور لأن وبدليل البرلمان ما كمل نصابه لأن فهموا أنه دورهم مو دور يعني الان انا قلت لي ان تعال للبرلمان صوت اقول لك انا مو عضو برلمان زين. فذاك الوقت صار فهم للحاله هذا يا اخوان مو دوركم مو مسؤوليتكم هذه مسؤوليه الحكومه علينا ان نتفاهم كقوى سياسيه مع الحكومه لوضع اليه لخروج القوات لانهاء هذه الازمه لان لا نريد تأزيم الاستقرار السياسي في العراق. مهم جيد على موضوع الاستقرار السياسي مجالس المحافظات الأخيرة وانتخاب المحافظين البعض يذهب باتجاه بأنه الإطار التنسيقي وقادة الإطار التنسيقي كالقابض على الجمر يعني لا يقدر يصدر هذه الخلافات ويعرضها. مع العلم أكو خلافات داخلية عميقة بما يخص توزيع المحافظات وصارت ولا تزال حتى اللحظة على موضوع ديالة اللي دولة القانون يعتبر هذا استحقاقه وبدر يقول لك لا هذا استحقاقي من علم أنه هو متجاوز على حصته صح؟ لا ها اصحح لك بالنسبه لل شنو حصته يعني؟ لا حصته هاي بالعمل السياسي توزيع فلوس لا بالعمل السياسي طبيعي هاي حصتك فلوس بعدين يصير هاي لا مو فلوس لا سالت على المود هذا بدي اكمل السؤال ايه كمل اياها. الاطار بعد انتهاء من نتائج الانتخابات شكلت اللجنه الفنيه زين حسبت نقاط كل كيان ووزعت هسه راح يعترض وزعت المحافظات كل كيان هاي فاهميها هاي واضحه هاي فاهميها. اجينا للموضوع انه دياله دوله القانون وضعت لها على اساس الكوت بغداد الكوت والسماوه زين ثلاثه الكوت ما استلموها راحت للمحافظه بدر اخذوا ثلاث محافظات اثنين اخذوا اثنين يريدون دياله الثالثه ها ثلاثه فصار اتفاق بدر اجتمعت قبل يومين وقررت انه دياله ستكون لدوله القانون. انا ما قلت شيء من جيبي صحيح لا بس مو صراع لا مو شغله الصراع عندنا بالنتيجه الصراع شلون يكون؟ الصراع مو شرط انه بسلاح الصراع انه لما راح السيد العامر ورشح مرشح تسويه
لأنه كان شنو كان الأساس على أن الديوانية ما محسومة. أفهمك. فبعدين من حسمت الديوانية سيد العامري خير بين يرجع الديوانية أو العمارة. رجعها. ما رجع. شو نرجعها؟ ها بالنتيجة يعني هو اتفاق، هذا دليل على أنه الإطار منسجم فيما بينه، دليل على أنه الإطار دليل على المنسجم والاستقرار، أم دليل على أنه هو قابض على الجمر؟ لا 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 يعني يقول لك أنا بس الخلافات التيار الصدر واقف لي بالباب. لا لا دليل على أنه هم متفاهمين على إنجاح العملية السياسية وإنجاح الحكومة. لو أكو خلاف ونار تحت الرماد كما يشاع يقول لك أنا خلص هاي اللي طيتوني إياها وأنا ما أتراجع عنها. بس فعلا لا غالبية، صار ما أقدر أقول أنا بطبيعتي ما أحب أقول كل، غالبية الإطار منسجم مع توزيع المحافظات مع المناصب الإدارية الأخرى، والكل يعني يعد الخطوات من أجل الانطلاق لمرحلة تقديم الخدمات. ايش بيكم من نشطاء اللي قريبين من التيار الصدري اللي جاي يتروجون لفكرة عدم الاستقرار السياسي؟ هذا غالبية الإطار، غالبية قادة الإطار مع الاستقرار منسجمين. لا لا مو ومع الاستقرار وداعمين للحكومة. شوف شوف هم بالنسبة ينظر للمنصب ينظرون يقعد به إنسان. الله يقول على هذا الإنسان لقد هذا خلقناه من طين صح؟ زين الإطار ينظرون له من دولار الله خلقه. يعني هذا المنصب مو لقد خلق ينظرون له دولار، يعني حزمة مال دولارات قاعدة بالمنصب حقيقة هاي. فمن يتصارعون على هذا على منصب الديوانية باكر يرفعون دعوه، خلي يرفعون دعوه تجاره يا مستنغل شحكي قال عليهم حراميه. انت قاعد لقد خلق هو انت قاعد تحرف القران هاي ثانيه، ما حرف القران انا ما جاي احرف القران لا لا جاي اقول لك اكو ثاني انظر الاستوديو محمد قونيته انا اباوه الاستاذ هشام، انا ابو الاستاذ هشام من طين يجي يقعد بمكاني مثلا محافظ انا من طين تشوفه دولار؟ لا من طين لا يقول لك من يجي يباعون عليك دولار. دولار طبعا هم بالنسبه لهم هو هذا النظام، هم الاحزاب احزاب راسماليه اللي موجوده داخل العراق، يعني تتعامل مع المنصب كفائده اقتصاديه، ما تتعامل اياه مع انه تدفع باتجاه الفائده الخدميه المتدنيه لحالهم مستوى عالي. اوقف فراي انتخابات اشترني اجدي؟ لا لا اوقف بالترافيك زين انا اجدي اشنو؟ لا لا في اللحظه اوقف بالترافيك بس اسمح لي، شنو ذنب المواطن يجدي؟ يعني ليش هو يخلي يجدي؟ غير هو المفروض غاندي هم اجوا. شوف شوف وراي انتخابات شنو مصروف؟ يعني هاي وزاره العمل، وزاره العمل اعطت رعايه اجتماعيه خير الله، عيشوا بهن انتن وانطونا مالاتكم، عيشوا بالرعايه، اخذ راتب رعايه انت والسيد المالكي وانطينا المليارات. لا لا حقيقه بالنسبه للعراق هسه اي عراقي يروح لاي واحد راتب رعايه يقول له تريد راتب رعايه لو تريد مثلا فد عقد بمليار يقول لك ها لا اخذ الرعايه يعني انا متعتب. اما يعيش بكرامه او حرامي شو هالمنطق هذا؟ انا قايل حرامي؟ اي طبعا انا اقول حرامي. لا لا ابوي انا اقول لا حرامي لا تجاره لا عزيزي هذا الاقتصاد. خليني اقول لك خليني اعطيك ثابتا من ثوابتنا، اللي يسمسر حرامي. سفير امريكا يسمسر، هاي مشكلتك انت روح احكي وياه. انا ما بلا سخافه السمسره لا بالمحصله بالمحصله يا عزيزي انا جاي اتكلم لك الواقع. انت من تقول لي اقتصاد تقول لي استقرار سياسي برباره ليف حكيت؟ قالت شو على ذنكم بصل اكو استقرار سياسي برباره ليف جت العراق حكيت؟ قالت مو من حقكم ان تقوضون هذا النظام الاستقرار السياسي. اول زين او مو زين؟ لا لا اول من اطلق مفرده الاستقرار السياسي السفير الامريكي برباره ليف، وبعدين اجى مستشار الامن القومي قال بابا احنا فرضنا الاستقرار السياسي عن طريق التهديد وعن طريق الدبلوماسيه. شنو الدبلوماسيه؟ العمل الاقتصادي. وروح تجربه افغانستان وروح شوف انه شلون جابوا امراء الحرب وخلوهم يدخلون مع كرزاي عن طريق التعامل الاقتصادي. حسب المحصله شنو النتيجه؟ بالنتيجه شنو شنو اكو استقرار؟ لا لا ماكو استقرار. لا لا والله هذا كل اللي لا لا ماكو استقرار. اكو مدارات للسلطه الجماعه. شوف قلت لك ينظرون عندهم من هواة جمع الكراسي. مدارات للسلطه بالنسبه لهم اذا مثلا يضمنون السلطه مثل صدام حسين 100% ليصير القصب بفلس. انا اشكرك شكر جزيل السيد عصام حسين الباحث بشان السياسه على كلمه فضلت بيشكم وصول السيد عباس حياك الله المستوى مستشار رئيس دوله ائتلاف دوله القانون. اشكر لمن انضم معنا قبل ان يغادرنا السيد وفاء عبد الكريمه وفاء عضو الحزب الديمقراطي كردستاني من اربيل. اشكر من وصولكم، نلتقيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.